دائما في درس الوظائف التقنية في المناظم الآلية سنتعرف الآن على مكونات جهاز آخر، هو مجفف الأيدي الذي يستعمل كثيرا في المطاعم وفي المقاهي التي يتوافد عليها كثير من الأشخاص، وبالتالي هناك دائما غسل الأيدي، وبطبيعة الحال يجب تجفيفهما بواسطة مجفف على شكل جهاز تلقائي أو آلي، وذلك للاقتصاد ديال الوراق، سلامة صحية إلى آخره. نبدأ بهذا الفيديو الذي يبين بأن هذا الجهاز يستعمل عند الغسل الأيدي، يعني المكان الذي يوجد فيه غسل الأيدي بكثرة وتوافد أشخاص كثيرون، فنحتاج هناك حاجة ملحة لمجفف الأيدي. إلا أن مجفف الأيدي لديه عدة صور، هناك الصورة الأولى التي رأيناها، وهناك هذه الصورة تقريبا هي الصورة الأولى التي بدأ بها مجفف أيدي، فتطور بطبيعة الحال إلى أشكال يعني أكثر تطورا وأكثر جمالية. أولا بطبيعة الحال دائما بسلسلة الوظائف التقنية في المناظم الآلية، لماذا؟ لأن دائما نذكر بأن الوظائف لا تتغير، من الذي يتغير من جهاز إلى آخر؟ هما العناصر التي تقوم بهذه الوظائف، إذن دائما يجب أخذ بعين الاعتبار بأن هذا الهيكل الذي أمامنا الآن فدائما يكون في جميع المناظم سواء الآلية سواء الممكنة. إذن دائما هناك استقبال للمعلومات أو التعليمات فترسل إلى المعالجة، والمعالجة الكهرباء هي التي تقوم بها الدار الأم. التبليغ لا بد دائما، نحن بحاجة إلى أسلاك لتبليغ التشوير أو لتبليغ الأوامر ديال التوزيع، لا بد لنا هذا فيما يخص سلسلة المعلومات. الآن سلسلة الطاقة لا بد لنا مصدر تغذية كيفما كان، لكن الأغلبية مصدر تغذية كهربائي. إذا عندما تصدر أوامر نوزع هذه التغذية إلى من سيقوم بتحويلها، إلا أن التحويل دائما يكون الغرض منه هو الحصول على طاقة ميكانيكية في الغالب، ثم يتم توصيلها بطرق وأساليب تقنية إلى المفاعل الذي سيقوم بالفعل مباشرة على مادة العمل للحصول على قيمة مضافة. إذا هذا الهيكل الذي دائما، لماذا يعني دائما نذكر به؟ لأن هذا الهيكل هو المنظم الآلي أو الممكنن، يعني هذا هو التصور الذي يجب أن يرتكز في مخيلتكم، لكي دائما عندما ترون منظم آلي ترونه بهذا التخطيط وبهذا الهندسة. بطبيعة الحال هنا رسم مبدأ لهذا المجفف الأيدي، هذا التخطيط فهو تخطيط تقليدي بطبيعة الحال، يعني أنه لم نأخذ بعين الاعتبار عدة أشياء مثل الإنارة مثل الأشياء الجانبية، فإحنا ركزنا على ما هو ضروري، يعني الشيء الذي يكون في أي مجفف أيدي كيفما كان نوعه متطور أو غير متطور. وبطبيعة الحال نبدأ دائما بالوظيفة الأولى وهي وظيفة الاستقبال، إذا لابد أن نستقبل حضور أيدي أمام مجفف الأيدي. إذا حضور الأيدي يبدأ الجهاز في الاشتغال، كيف؟ التقاط أو ملتقط حضور يقوم بالتقاط حضور اليدين، إذا استقبال، فيمرر المعلومة عبر السلك الستة، هذا رقمي طبعا الحال، إلى الدار الأم أو الكارت معه، فتتم معالجة، إذا استقبال معالجة. أولا هذا الجهاز أو الكاثمير إما أن يكون مبرمج أو غير مبرمج، هناك نوعين، إذا كان مبرمج بطبيعة الحال الجهاز غادي يكلفنا أكثر، فمن الأحسن هنا ما يكونش مبرمج وتكون كاثمير عادية بسيطة جدا غير قابلة للبرمجة، من الأحسن باش الكلفة ديالها تكون أقل. ثم يصدر الأمر هنا عبر السلك ثلاثة، لمن؟ لمن سيقوم بالتوزيع، اللي هو المناب كما رأينا في الفيديوهات السابقة. المناب طبعا الحال هناك ترجمة لرؤية الاسم بالعربية والفرنسية، هذا المناب هو مناب يعني فردي هنا،
ويمكن استعمال زوجي، يعني دوبي زوجي ممكن، لكن لتخفيض الكلفة نستعمل هنا مناب فردي. هذا المناب ماذا سيقوم عندما يصدر الأمر عبر السيف 3؟ سيقوم بالتوزيع. توزيع ماذا؟ توزيع التغذية. من أين تأتي التغذية؟ أولا من مأخذ التيار الذي يعطينا 220 فولت متناوب جانبي كما رأينا في الفيديوهات السابقة. إذا هذا التيار 220 فولت سينتقل عبر السلك 8 إلى المحرك، وكذلك في نفس الوقت عبر السلك 7 إلى المقاومة المسخنة. إذا المحرك للحصول على حركة دوران المروحة والحصول على هواء يعني بسرعة، والمقاومة المسخنة لتسخين هذا الهواء والحصول هنا على هواء ساخن لتجفيف الأيدي. والحامل في هذه الحالة دي هو الذي يوجه الهواء المضغوط أو تحت الضغط وهو ساخن إلى الأيدي بسرعة وبكفاءة عالية. إذا نقول يعني استقبال، معالجة، تبليغ يقوم به الأسلاك، إذا هنا تغذية، توزيع، تحويل إلى طاقة ميكانيكية تتجلب حركة الدوران، وهنا تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارة. وبالتالي هذا الأمرين سيتمان في آن واحد، وبالتالي سنحصل على هواء مضغوط تحت الضغط ويصطدم بجزء حراري، ونحصل هنا على هواء ساخن لتجفيف الأيدي. وهذه هي القيمة المضافة التي نبحث عنها. لكن بطبيعة الحال كارتمير والملتقط الحضور، ملتقط الحضور والترقم تحتاجتهم تغذية، ولكن تغذية بتسعود فولت مستمرة كما رأينا سابقا. وهذا الدور ديال هذه المغذية بالتيار مستمر، تسعود فولت مستمر اللي تترتبط بطبيعة الحال بالابخيز كيف ما هذه، ولكن تزود الكارتمير بتسعود فولت مستمر والملتقط الحضور بتسعود فولت مستمر. إذا تغذية كارت مير والملتقطات والكواشف ضرورية وتتم بمغذية بالتيار مستمر. أما مثل المحرك أو المقام المسخنة فالتغذية لهم تكون مباشرة من أخذ التيار، لأنه هو الكفيل بإعطاء قوة أكبر تتجلى في 220 فولت متناوب جيبي. المحرك عندما يدور تدور المروحة فيتم امتصاص الهواء من الخارج إلى الفوهة التي يشكلها الحامل، وبالتالي يصطدم الهواء البارد بهذه المقاومة المسخنة فيصبح ساخنا، ونحقق القيمة المضافة التي من أجلها صنع مجفف الأيدي. بطبيعة الحال نحاول أن نفصل هذه الأشياء التي تكلمنا عليها. قلنا استقبال يقوم به ملتقط الحضور، المعالج تقوم بها الدار الأم أو الكاثماغ، التبليغ تقوم به الأسلاك الكهربائية والرقمية المرقمة من 1 إلى 8 كل حسب العمل الذي يقوم به. إذا كان يرسل معلومة فهو رقمي، إذا كان يرسل كهرباء فهو سلك كهربائي. بالنسبة لسلك الطاقة فالتغذية هنا لدينا تغذية مزدوجة، مأخذ التيار يمكننا من توفير 220 فولت متناوب جيبي لتزويد المحرك والمقاومة المسخنة، والمغذية بالتيار المستمر التي تعطينا 90 فولت مستمر لتغذية كل من ملتقط الحضور والدار الأم. التوزيع يقوم به المناب، وهنا لدينا الاختيار، إما أن نستعمل مناب منفرد وذلك لتقليص الكلفة، ونزود المحرك والمقاومة المسخنة في آن واحد بالتيار بسلك واحد، أو يعني نختار زيادة في تكلفة الجهاز ونزود كل عنصر انطلاقا من مناب مختلف، يعني منابين مزدوجين. التحويل يقوم به المحرك الكهربائي للحصول على 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 يعني حركة الدوران، والمقاومة المسخنة للحصول على حرارة في آن واحد. التوصيل يقوم به الحامل وذلك بإنتاج فوهة. إذا أجاب منطقي هناك المتغيرات الدخول، لدينا ملتقط حضور
زر تشغيل ايقاف ولدينا متغيرات خروج لدينا محرك. وهنا العلاقه بينهما سهله. هنا بطبيعه الحال المحرك ان له علاقه بمنطقه حضور وزر تشغيل الايقاف، وبالضبط ان تساوي سي بي اي كا او كا اي سي بي. فهنا واضح الامر. بطبيعه الحال لا تنسونا بالدخول والاشتراك في القناه، وشكرا على انتباهكم.